السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجعين من لندن اليوم لبرمنغهام بعد يوم حافل. بدأنا الساعة 5 صباحا مع الأستاذ عرفات والأستاذ عبد الرحمن والأستاذ الدكتور غسان الكحلوت. السؤال بتاع النهاردة: هل عندنا أمل؟ طبعا في أمل. ما يقدرش الواحد مننا يعيش في الدنيا دي من غير ما يكون عنده أمل، والأمل هو أداة من أدوات التغيير الإيجابي لبناء المجتمعات. والأمثلة كبيرة جدا على وجود الأمل ده، خاصة وإحنا بنتكلم عن اللي إحنا بنشوفه اليومين دول في سواء المسابقات الأولمبية أو في قصة الطفل المصري اللي سافر من مصر وركب البحر، لحد الطفل أحمد اللي عنده 13 سنة لغاية ما وصل لإيطاليا علشان يحاول يجد علاج لأخوه الصغير والأكبر العالم كله على احترامه. قصة محمد فرح اللي وقع في أول السباق، في سباق 5000 متر، وفي النهاية استطاع أن يجمع قواه واستطاع أن يكسب الذهبية الثانية للمملكة المتحدة البريطانية. وقصة الطفلة الفتاة يسرى، يسرى السورية اللي مصممة على أنها تأخذ الذهبية في السباحة. فكل هذه الأشياء، كل هذه الشخصيات من الشباب بيعطونا الدفعة القوية جدا اللي بتقول أن الأمل موجود، حتى لو الإنسان يحاول مرة ومرة ومرة عشان يكسب. طبعا النتائج الجميلة اللي حصلت في الأولمبياد سواء كانت من أحمد أبو غوش اللي كسب الذهبية، أو من هدايا ملاك اللي كسبت البرونزية، أو من فهيد الديجاني اللي كسب الذهبية في الرماية، أو توفيق مخلوفي اللي كسب الفضية، أو معتز برشم اللي كسب الفضية أيضا من قطر، أو إناس أبو بكري اللي كسبت البرونزية، أو الآخرين من تونس ومصر ومن الجزائر إلى آخره، اللي هم أعطوا للشباب وأعطوا للأمة العربية إن في أمل كبير جدا يكون منافسة على مستوى العالم وعلى أكبر مستويات وأعلى المستويات في العالم علشان يكسبوا إذا أتيحت لهم الفرصة. اللي احنا بنشوفه اليوم أيضا في نجاة الطفل عمران اللي خرج من الأنقاض حي، هو بيرفض إنه يموت وربنا يدعه أمامنا سبحانه وتعالى آية علشان تكون شاهدة علينا وعلى تخاذلنا بالنسبة لموقفنا تجاه الشعب السوري الذي يراد له أن يباد، ولكن لا تباد الشعوب، ولكن لا تباد الشعوب ولن تباد الشعوب. فالطفل عمران ده بيبعث فينا زهرة أمل أخرى، نجد أننا نستطيع حينما نرى كل هذه الأمثلة ألا نفقد الأمل وأن نستمر في العمل إلى ما شاء الله لمحاولة رفع المعاناة ورفع الغمة عن كل المجتمعات العربية والإسلامية والعالم كله، سواء كنا مصريين أو سوريين أو لبنانيين أو تونسيين أو جزائريين أو سعوديين إلى آخره، سواء كنا مسلمين أم مسيحيين أم هندوس أو إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء، كل هذه المفارقات إنما هي مفارقات تجعلنا نصر إصرار كامل على الاستمرار في بناء الحياة، لأن الحياة لن تبنى إلا بتحقيق الآمال التي نسعى من أجل تحقيق أهدافها. وأحييكم مرة أخرى، أنا وعرفات وعبد الرحمن والدكتور غسان، بعد اليوم المضني الطويل ده اللي احنا قضيناه لمدة 13 أو 14 ساعة، وإن كنا راكبين عربية والآخرين بيمشوا على رجلهم علشان للأيام والساعات والشهور لكي يجدوا المياه في أفريقيا إلى آخر يعني. ونشكركم جميعا ونراكم مرة أخرى. هاني البنا من الـ M40 بين برمنغهام ولندن.